الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا فيكم أيها الحضور الكريم. تستمر ليالي مهرجان الموسيقى الدولي الذي يقيمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت، ونسعد كل ليلة مع الأغاني والألحان والطرب الأصيل. موعدنا الليلة مع الموسيقى العربية والفرقة التونسية النسائية. هذه الحفلة ستكون على فترتين. هذه الفرقة التي اكتسبت شهرة واسعة في تقديم ألوان الموسيقى العربية والأغاني التونسية الشهيرة، حيث نسعد هذه الليلة مع خريجات المعهد العالي للموسيقى في تونس الخضراء. يسعدني الآن دعوة رئيسة الفرقة الفنانة جودة ناجح لقيادة الفرقة. Thank you.
بكم أخواتي إخواني، مرحبا بكم، مرحبا بكم معنا. لنسحبكم معنا في رحلة الأغاني التونسية إن شاء الله تكون معطرة بعطر الياسمين اللي عزيز علينا. آخر الكلام تاع الآخر بيت في المألوف اللي كنا نغنيه فيه تقول: لعل من يحيي العظام يعفو على العبد المسيء. العبد المسيء معناه اللي ما يصفقش علينا بكل قوة. شكرا.
تشا تشا تشا. يوم قالت لي سيدي السيدي
تحيا الكويت. نحب تصفيقة كبيرة برشا على فرقة فنون. نحب نرحبوا كذلك ونسبقوا تصفيقة كبيرة برشا على أول عازفة زكرة. زكرة هي مثل المزمار في بعض البلدان، توا تشوفوها الآلة، أول وحدة من تونس، مش أول مرة. نسي عندهم ما يقولوا حتى في الميدان اللي هذا مخصص للرجال، يعني هذا كانت الزكرة صعيبة على خاطر العزف بتاعها. نحب نصفقوا برشا 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 على سمر بن عمارة، أستاذة سمر بن عمارة.
الله عليك، الله الله عليك.
وعشتي دلالة على حرم عريس Yeah.
بعد معلم مرض الهوى thank you.
صوت ريم احلى من صوتي الحقيقه، احلى بكثير. Thank you.
Yeah.
فقرا نادوا لباباكم يا فقرا نادوا لباباكم يا فقرا
نادل باباكم يا فقرا، نادل باباكم وإذا جا ياكم رهناكم يا فقرا، وشيلوني يا أهل الشمايل شيلوني، يا أهل الشمايل شيلوني، ننظر محمد بعيوني، يا أهل الشمايل شيلوني، يا أهل الشمايل شيلوني، يا أهل الشمايل شيلوني، ننظر محمد بعيوني، يا أهل الشمايل نوصلنا من باب شوف نواره تتجلى، محمد قرت عيوني، يا أهل الشمايل شيلوني، يا أهل الشمايل شيلوني، يا أهل الشمايل شيلوني، ننظر محمد بعيوني، يا أهل الشمايل. يا سادة فيكم شيعاني ناشداني، بكي ودموعي الإسلامية رمضان مبارك يا رب. I'm not afraid.
Oh,
شكراً لوجودكم. بعد أن استمعنا إلى الطرب الأصيل وفرقة فنون التونسية النسائية، يسعدني الآن دعوة الأمين العام المهندس علي اليوحى، وأيضاً دعوة السيد سفير نور الدين الري سفير الجمهورية التونسية، والسيد محمد العسعوسي الأمين العام المساعد لقطاع الفنون ورئيس المهرجان، والأستاذ سعود المسعود مدير المهرجان لتكريم الفنانة جودة ناجح مديرة الفرقة.